عمري كله بايديكي وش السر زمل عليكي. اسالك سؤال، اي تصفي في حساباتك اليوم؟ لان انا اعتبرها لحظه تلفزيون مش عاديه بكل، لانه عندنا 15 سنه ما تكلمناش، تعاركنا وروحت، روحت في تاكسي بيان سور. بيان سور اي ما لكن تعاركوا باش نروح بيك. احنا في تونس مازالت نظرة المسكين هذيك اللي نفد منها على الاخر. غريب. الله يا مولانا وجمع كل واحد، انا واحد اكثر واحد هذا صاحبي عمل لك المقرونه يا قصير، قال له طوف عطاك كل الحوار. ما وقفتش معاك من الاول، ما وقفتش معاك من الناس اللي تمنوا اني الحبس يكون لي مقبره نتاع طموحات ونتاع احلام ونتاع كل شيء، واني نوفى غادي. بعد بجمعه يكلمني واحد من الكيب تاع نوفي يقول لي يا منذر راهو اللي عملوا الدلاجي مو صحيح. انا معناها عديت ساعه في كهربه نتاع السجن مع عادل الغندري اخطر ارهابي في تونس، وقت اللي خرجت من الحبس انا مشيت للطبيب نفسي. لو كنت رايح حشو 20 مليون شنو نعمل بها؟ حلقه شفيق الجراي عملت لي مشاكل كبيره برشا. هي عودت لي خصمته بالله لا نعرف الدم اللي جيتها، مازلت ما هزتش راسها زيدها بالاخطاء. مازال عندك فرصه اخيره باش تكون اول رئيس تونسي يخرج كبير. انت انسان عندك عائله وراك، حان الوقت باش تفكر فيهم معاك وباش ترد بالك على روحك. اول مره في تاريخ الاعلام الراس امير الوافي عينيه زغلت. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا. عبدلي شوتاي كل نهار خميس التسعه خير بوع متاع الليل على التسعه.